الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: سماع الحديث عز لمن أراد به الدنيا ورشاد لمن أراد به الآخرة. أكرمنا الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه بختم قراءة الكتب السبعة ولله الحمد هنا في مسجد الكيخية في صيدا القديمة، ولم تقرأ الكتب السبعة في هذه المدينة وفي صيدا والجنوب وجنوب لبنان منذ عقود طويلة من الزمان تزيد على 700 سنة ولله الحمد. أكرم الله عز وجل بقراءة أصول السنة النبوية، أكثر من 33,000 حديث نبوي شريف في 6 سنوات، والأحد بعون الله تعالى سيكون الختم. فهذه دعوة إلى إخواننا الكرام في صيدا وجوارها بل في كل لبنان لحضور مجلس الختم الذي سيمتد من 10:00 ليلا يوم الأحد، وسيتخلل الختم قراءة 4 كتب مع مجلس الختم بعون الله تبارك وتعالى، كما سيتضمن الإجازة الخاصة والعامة بهذه الكتب وبغيرها من المرويات. فاحرصوا على حضور هذا المجلس بارك الله بكم، وأن تصطحبوا معكم الكبار والصغار ومن ترونه مناسبا لما في ذلك من إحياء سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.